طيب أنا بدي أحكي تليفون شغل صغير وبرجع. هلا أكيد بده يخبرها إني رايحة أنام عنده بالبيت، هلا بدها تنفلج. إنه أنت مرتاحة هيك؟ مبسوطة عم تظهري مع حدا عم بحب غيرك؟ يي شو صار لك حسان؟ حياتي أنا بدي كرمالها. فكر حاله بحب وحدة تانية، قريباً بده يوقع على حاله ويتركها. هيدي وحدة كذابة ومجرمة وعم تضحك عليه. ما بعتقد إنه زياد شاب ينضحك عليه. كل الرجال بينضحك عليهم أوقات وبيغيبوا عن الوعي وبيوقعوا تحت سيطرة مرة شريرة ومحتالة. بس أنا مش هخليها تاخده مني أبداً. أنا رح أتجوزه لزياد ولو بقي من عمري نهار. ايه حبيبي رجعت على البيت؟ لا أنا بعدني هون لأنه أصلاً غنوة كتير مضايقة. ايه أكيد بدها تكون مضايقة، هيدي أمها. قالت لك شي؟ تخنقته؟ لا لا والله حرام، بتجنن كتير منيحة وشكلها ما حست إنه قضيت هاليومين أنا وياكي. أكيد أكيد بلا بيلا بيلا بأمها، أكيد مش بيلا بشي تاني أكيد. إيه يمكن. كمان جايبة شنطتها معها، مش قدراني تنام بالبيت لحالة، خايفة. بدها تنام عند الدكتور؟ إيه هيك كان على الأساس، بس ما بعرف. ألو؟ عم تسمعيني؟ بدها تنام عندك ما هيك؟ إيه هي بدها تروح لعندي على البيت، بس انا قلت لها ما بيمشي الحال لانه فالي اللي من الصبح كثير بكير وبدي ارجع اخر الليل، فقامت قالت لي انه هي بتبقى بتقضي الوقت مع روزي.